صباح الهنا وصباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح الابتسامه وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي كل معنون على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود. اهلا بيكم في وصفات سهله وبسيطه على قد ايدينا ان شاء الله وتكون كمان سريعه عشان ما تاخدش وقت في المطبخ. متعودين ان قبل ما بنبدا في حلقتنا وفي وصفاتنا بيبقى فيه حاجه صغيره كده او موضوع بنطرحه للمناقشه وبنتكلم فيه. موضوعنا النهارده هيكون عباره عن ايه؟ موضوعنا النهارده هيكون عباره عن لا للتنمر. يعني ايه لا للتنمر؟ ان احنا ما نقلش بحد، ان احنا ما نعيبش على حد، ان احنا ما نكسرش بخاطر حد. كسر الخواطر ما بينفعش ان هو يتجبر او ما بينفعش ان هو يتصلح. كسر الخواطر ما بينفعش ان هو يتصلح. لما بتخسر او ما بتكسر خاطر انسان ما ينفعش ان انت ترجع تصلح خاطره تاني. حتى لو هو باين قدامك ابتسامه وقال لك لا انا مش زعلان، اوعى تكون زعلت مني، لا انا مش زعلان. كلمه انا مش زعلان دي ممكن يقولها على وشه بابتسامه لكن قلبه يبقى مكسور. اياكم وكسر الخواطر. ذنبها كبير قوي. واياكم وكسر الخواطر. اوعوا اوعوا. حد مشوه ما نعيبش عليه. ممكن في نفس اللحظه ربنا يرزقك باللي العن منه. حد عنده مشكله في كلامه، انا نزلت فيديو على صفحتي اول امبارح بيتكلم عن الموضوع ده، فيديو فعلا عظيم يعني لخص كل اللي انا عايزه اقوله. حد بيتهتف في كلامه، عنده لسانه تقيل شويه، ما ينفعش نعيب عليه. واحده حصلت لها حادثه وفي حاجه في خياطه في ايديها، خياطه في وشها، ما ينفعش نعيب عليها. حد طويل، حد قصير، حد تخين، حد رفيع. انت لما بتعيب عليه وبتكسر بخاطره، ما بتعيبش عليه هو بس، زي ما الكليب وضح الفكره، انت بتعيب على اللي خلق، بتعيب على اللي رسم، لان هو اللي قدامك مش بايده حاجه. فبلاش، بل بالعكس، لما تلاقي حد فيه حاجه زي كده حاول تقول له كلمه كويسه. مش شرط في الحاجه اللي ناقصه عنده، مش شرط في الحاجه اللي ناقصه عنده، ممكن ربنا يكون منقص من عنده حاجه ومزودها في حاجات تانيه كتير انت تتمنى ربعها. فبلاش، بلاش ان احنا نستكبر نفسنا على حد، بلاش ان احنا نتعامل بمناخيرنا، بلاش ان احنا فينا سنه الغرور وحته ان مفيش احسن مني في الدنيا، لا في وفي احسن منك كتير. الموضوع مش بالشكل، الموضوع مش بالصوره ومش باللبس، الموضوع بهنا. ممكن يبقى ماشي ولبسه مبهدل وعنده مثلا لا قدر الله حصلت له حادثه في وشه في ايده وعنده اعاقه او الكلام ده كله وانت شايفه ان هو ناقص، لكن هو عند اللي خلقه احسن منك مليون مره. فبلاش بلاش، صفوا النفوس، تسامحوا، يا عالم بين ربنا وبين الشخص اللي انت بتتريق عليه ده او بتعيب عليه في ايه؟ تخين، رفيع، الدغ، بيتهته، عنده اعاقه، قصير، عنده شلل، عنده تهتهه، لابس نظاره، ايا كان ايا كان. مش كل اللي لابسين نظاره. فبلاش، صدقوني بلاش. عارف لما تقوم يعني قبل ما نكلم ايمان، طيب اقول حاجه او نكلم ايمان ونشوف رايها في موضوعنا النهارده ايه وبعدين نكمل حلقتنا. صباح الفل يا ايمان. الو، صباح الهنا. صباح الهنا عليكي. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ أنا الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ بخير طول ما انت بخير حبيبتي، ما تحرمش مني. انا عايزه اقول لك حاجه، ان قولي انت احلى واجمل شيف في الدنيا كلها. حبيبتي ربنا يبارك لك، ما تحرمش منك يا رب. والله العظيم لما حد بيقول انت مين مثلك الاعلى اقول لهم شيف نونا. الله يكبر بخاطرك على الصبح كده، ما تحرمش مني. والله العظيم انت كل يوم لما تقولي صباح الخير انا برد عليك الصباح اقول صباح الخير. حبيبتي ربنا يبارك لك، تسلمي لي ويكبر بخاطرك دايما يا رب. والله العظيم تسلمي. فربنا يبارك لك. الله يخليك. كل كلمه بتنفذين حسناتك حبيبتي، ربنا يخليك دايما كده على طول على الشاشه. ربنا يبارك لك حبيبتي، تسلمي. انت بتعملي فرحه في البيت والله العظيم. حبيبتي حبيبتي ربنا يبارك لك يا رب، ما تحرمش مني. ابتسامتك دي بالدنيا وما فيها والله العظيم. تسلمي لي ويكبر بخاطرك. انا بضحك بسبب ابتسامتك دي حبيبتي، ربنا يكبر بخاطرك. ده كده بالنسبه لي جبر خاطر، ده كده ربنا بعت لي رساله يعني او بعت لي حد يكبر بخاطرك. انا مش هقدر اوفي طبعا كل حاجه بالنسبه لك. ربنا يبارك لك يا رب ويسعدك ويرزقك دايما بجبر الخاطر ويرزقك باللي يهنيك. ربنا يقدرك على فعل الخير وعلى الكلمه الطيبه وعلى كل حبيبتي. حاجه حلوه بتعمليها حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك. صباح يا رب صباح عليكي وصباحك هنا. صباحك هنا وسعاده يا رب، وصباحك جبر خواطر يا رب على ربنا، ويرزقك ان شاء الله باحلى فرحه النهارده. طيب نرجع لموضوعنا بعد ما كلمنا ايمان وجبرت بخاطري على الصبح بكلمتين حلوين ما تعرفوش انا بيهم عامله ازاي دلوقتي. جبر الخواطر يا جماعه والله العظيم ما في احسن منه وما فيش افضل منه، بناخد عليه ثواب.
لو عيل ماشي في الشارع ولقيته بيعيط او مامته بتضربه او هي متضايقه ومخنوقه ومتعصبه بكلمه حلوه وابتسامه على وشك ممكن تغير لها المود كله، بان انت تطبطب على الطفل الصغير وتديله بونبونيه حطوا في شنطتكم دايما وانتم ماشيين كيس ملبس بخمسة جنيه ملبس كده حطوه في شنطتكم، يا عالم البونبونيه اللي هتدوها دي هتعمل هتغير المود ازاي. لبانه باكو بسكوت صغير كده دايما خلوا شنطتكم عمرانه بالخير، بجانب اللي قلت عليه قبل كده بجانب كيس القمح او كيس الحب عشان الطير، دي حاجه انا ما بشيلهاش من شنطتي الحمد لله ربنا يا رب يخليني دايما كده فاكراها وان انا دايما اعملها في شنطه خروجكم، ربع كيلو حب او قمح اللي هو اللي احنا بنجيبه بتاع الطيور او بتاع اللي هو القمح البليله حطوه في شنطتكم وانتم ماشيين في اي مكان انا محبه، وما تتوقفوش تستنوا مين اللي هياكل منه او الطير اللي هينزل ده هياكل ولا مش هياكل، ما تستنوش ما ترموش الحب وتقفوا تراقبوا، اوعوا ارموا وامشوا يا عالم ربنا هيبعت طير محتاج الاكل هيبعت ياكله في كل مكان وانتم ماشيين ارموا حبه حب حبه رز بلاش مش هقول لك مثلا روح اشتري حبه رز من البيت حبه كده في شنطتك ربع كيلو كده او كوبايه في كيس كده وانت ماشيه ارمي حبه في كل مكان، تعرفيش الموضوع ده نفسه عند ربنا عامل ازاي، ما تعرفيش عند ربنا عامل ازاي. مين نونا مش سامعه يا رأي؟ طيب نصبح على حبيبتنا ونقول لها صباح الهنا. الو صباح الفل. صباح الفل يا نومي، عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ انا بموت فيكي وبحبك ومش قادره اقول لك انت ابن. الو سامعاني؟ الو طب هو الشبكه عندنا ولا عندها شباب؟ طب حاولي تكلميني مره تانية. صباحك هنا وسعاده يا رب ورزقك الخير كله. طيب اتكلمنا عن جبر الخواطر، اتكلمنا عن ليالي التنمر، اتكلمنا عن عاده خلوها دايما في شنطتكم ما تعرفوش ربنا بيفتح بيها ابواب مقفله ازاي. بعد ما اتكلمنا عن الحاجات دي كلها وربنا يكبر بخاطركم يا رب وان شاء الله النهارده ما يعديش الا لما تسمعوا اخبار تفرح قلبكم كده وتدخل السعاده على قلبكم ويكبر بخاطركم ان شاء الله. طيب تعالوا بقى كده نشوف، نرجع بقى المطبخ نونا كده والمطبخ البلدي يوكل ونشوف هنعمل ايه النهارده. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل نوع من الكيك والخليط بتاع الكيك ده انا معتمداه بقالي فتره كبيره لاني بصراحه جربته كتير قوي وما شاء الله عليه ما بيخلفش معايا في حاجه. لما باجي اعمل كب كيك بستعمل خليط الكيك ده، في ناس تقول لك ايه؟ لا الكب كيك ليه مقادير والسويسرول ليه مقادير والكيك العادي ليه مقادير وكيك الصباح ليه مقادير وكيك بالكاكاو ليه مقادير. دي كلها لخبطه وبالنسبه للناس اللي بتبقى عايزه ان هي تنجز وعايزه ان هي تعمل حاجه بسرعه بس تطلع مضمونه ده احسن حاجه. مقدار الكيك ده انا بستخدمه في كل حاجه. اصبح على ام هدى وبعدين نتكلم على مقدار الكيك بتاعنا اللي هنعمله النهارده. صباح الفل يا ام هدى. ايوه صباح الفل والياسمين على الخدود الحلوين. حبيبتي صباح الهنا على عيوني. احنا يا حبيبتي حاسين ان انت واحده مننا في البيت ده. شرف مني، شرف ليا، شرف ليا حبيبتي. تسلمي لي حبيبتي ما تحرمش مني. انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك. انا اسعد بمكالمتك والله العظيم، نورتيني يا حبيبتي. ربنا يخليكي لعيالك ويديهم لك ان شاء الله يا رب. يا رب اللهم امين. يا رب اللهم امين حبيبتي، عشان انا موجوعه من جوه من ابني. يا حبيبتي ربنا يريح بالك يا رب ويريح قلبك ويحننه عليكي ويرزقه كل خير يا رب. والله يا نونة ابوس ايدك ما تعيطيش. ما تعيطيش والنبي، ما تعيطيش والنبي، والنبي ما تعيطي. يا ما تعيطيش، ربنا يرزقك الخير. انا مبسوطه ان انا كلمت حبيبتي. انا اسعد والله، ما تحرمش منك. انا ست كبير عندي على دماغي، على دماغي من فوق العمر كله ليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك ولا من صباحك. يا ربي يخليكم. تسلمي لي. تسلمي لي. بس انصحي الولاد ما يزعلوش امهاتهم، دي فرصه عليهم. امهاتهم موجوده في الدنيا. حاضر حاضر، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويهديه ويصلح حاله يا رب ويحنن قلبه عليك. ربنا ان شاء الله يجعلك باذن الله يسلم ايدك ويسلم رجليك اللي انت بتقفي عليها. تسلمي لي. وتورينا كل حاجه حلوه. تسلمي لي، ما تحرمش منك يا رب، ربنا يرزقك الخير كله ويرزقك حنان ولادك وحنان ابنك ويرزقك صلاح الحال ويريح بالك ويريح قلبك يا رب دايما ويكبر بخاطرك ربنا. طيب تعالوا بقى نتكلم عن مقدار الكيك اللي انا بعتمده بقالي فتره وبستخدمه في كل حاجه.
عايزه اعمل كيكه شوكولاته، عايزه اعمل كيكه فانيليا بشيل الكاكاو بمشيها زي ما هي كده، عايزه اعمل كب كيك بستخدم نفس المقدار وبروح حاطاه في قوالب الكب كيك. اما بنعتمد حاجه وبتطلع معانا مظبوطه بنحب نستخدمها في كل حاجه، ومقدارنا سهل وبسيط جدا. هو يعني من كتر العمايل انا حفظته، 4 بيضات، 2.5 كوباية دقيق، 1 كوباية حليب، 1 كوباية زيت، وكوباية سكر، المقدار كله واحد. وبنحط معاه باكت كامل بيكنج باودر عشان يدينا العلو اللي احنا عايزينه، ومعاه رشة الفانيليا، أكتر من كده مش عايزة. لما باجي أعمله شوكولاتة بستخدم كاكاو دريم اللي مستخدماه النهاردة، كاكاو خام من دريم، بستخدم 3 كوباية أو 3 معالق كبار أو 4 معالق كبار حسب الكمية اللي أنا الدقيق بتاعي بيحتاجها. مش عايزاها إن هي تتعمل بشوكولاتة، بروح شايلة الكاكاو وبروح سايباها زي ما هي، تطلع معايا زي الفل. مقاديرنا على الشاشه، ومقاديري بتقول ان انا معايا ايه، 4 بيضات، 1 كوباية زيت، 1 كوباية حليب، 1 كوباية سكر، كله يبقى مقدار واحد، وبوحد الكوبايه اللي بنستخدمها اللي هي المج بتاعنا اللي احنا بنستخدمه على طول. معايا ايه، 3 كوباية كاكاو خام من دريم، ومعايا 2.5 دقيق، معاهم باكت كامل من البيكنج باودر ورشه فانيليا علشان البيض اللي احنا حاطينه. طيب دلوقتي يا نونا نفس المقدار ده، وانا مثلا مش عايزه اعملها شوكولاته، عايزه اعملها فانيليا، ما فيهاش اي مشكله، بنشيل الكاكاو من الوصفه وبنحط مع الخليط بتاعنا. لو انت عايزاها بالبرتقال بنشيل 1 كوباية الحليب وبنحط بدلها 1 كوباية عصير برتقال، وبستغنى عن الفانيليا وبحط بدلها بشر برتقال. كده اتقلبت كيكه فانيليا او كيكه برتقال. طب عايزاها كيكه فانيليا من غير البرتقال، بحط 1 كوباية الحليب زي ما احنا، وبحط الفانيليا زي ما احنا ماشيين بالظبط كده. مقدار بينفع لكل حاجه، واحنا بقالنا فتره كبيره قوي بنستخدمه زي ما هو. طيب على فكره كمان عملنا منه الميني جاتو. بنعمل منه الميني جاتو ازاي؟ نفس المقدار، وبروح حطاه في صاجات زي ما احنا ما هنعمل النهارده. الكيك بتاعنا النهارده احنا مش عاملينه في قالب، عاملينه في صاج، وهنقدمه بشكل مختلف. طيب تعالوا بقى نشتغل. طب نحط مقاديرنا قبل ما نطلع الفاصل. ماشي، تسلمي. طيب بصوا كده، للناس الكسوليه او للناس اللي عايزه تعمل حاجه حلوه بس بسرعه قوي، احسن حاجه عندنا الخلاط. هحط فيه كل السوائل بتاعتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ادي الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بالله واحنا شغالين كده عشان ربنا يبارك في اللي احنا بنعمله. وادي الحليب، 1 كوباية زيت و 1 كوباية حليب، ومعاها ال4 بيضات، وادي السكر. البيض احنا حاطين عليه فانيليا، يا اما لو هتعمليها كيكايه بالبرتقال بنحط بشر برتقال. واسهل حاجه بروح ضربه ده كله في الخلاط، وبعد كده افضيه في بوله او في طبق واحط عليه المكونات الجافه بتاعتنا. ايه هي المكونات الجافه؟ 2.5 كوباية دقيق، وباكت البيكنج باودر كامل، و3 كوباية من دريم. على ما نطلع الفاصل هعمل ايه دلوقتي كده؟ هروح فاتحه العلبه بتاعت دريم عشان اطلع البطرمان الجميل بتاعها اللي انا بحبه بصراحه. بصوا عامل ازاي، علشان نحفظ في الكاكاو وما ياخدش اي ريحه من المطبخ او من التلاجه. بالشكل ده كده اهو، حبه شكله وشكله يفتح النفس اصلا بصراحه. بصوا كده، واروح فاتحه الكاكاو بتاعنا وحطاه في البطرمان. على ما ترجعوا لي من الفاصل اكون ضربت المكونات بتاعتنا اللي في الخلاط وفضيت الكاكاو بتاعنا بتاع دريم في البطرمان بتاعه الجميل ده. وترجعوا لي من الفاصل نشوف هنعمل الكيك بتاع النهارده بشكل مختلف ويفتح النفس، وعلشان كمان ولادنا يساعدونا فيه. كل ده بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. الفاصل عملت ايه في الفاصل؟ قبل ما اطلع من الفاصل قلنا بنعمل الكيك بتاعنا النهارده برعايه كاكاو دريم. حطيت كل السوائل بتاعتنا في الخلاط، وكانت عباره عن ايه؟ 4 بيضات، 1 كوباية سكر، 1 كوباية حليب، 1 كوباية زيت، ومعاها طبعا الفانيليا. ضربناهم كويس جدا بالشكل ده. دلوقتي هعمل ايه؟ هروح واخده كل السوائل الحلوه بتاعتنا دي واروح حطاها في بوله بالشكل ده. بصوا الخليط عامل ازاي، واصبح على ام عمرو واقول لها صباح الفل يا ام عمرو. الفل. صباح الهنا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ صباح الخير يا حبيبه قلبي. صباح الجمال على عيونك. عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. كل سنه وانت طيبه. انت بألف صحه وسعاده يا رب. وربنا يا رب يكبر بخاطرك كده ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. ان شاء الله. اللهم امين. ويديكي الصحه ويفرحك باولادك ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يخليكي، تسلمي لي ويسلم لي ذوقك، ما تحرمش مني. ورب
ربنا مش عارفه اقول لك ايه. انت شيف عظيمه جدا جدا حبيبتي. جدا وجميله وحبوبه على القلب كلنا. ربنا يبارك لك يا رب وما تحرمش منك ولا من ذوقك. تسلميني. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك ويفرحك ببناتك ان شاء الله يا رب. اللهم امين. ويسعد قلبك ويكبر بخاطرك يا رب. متقلقه ودايما كده حبوبه على الشاشه حبيبتي. كلها تسلميني ما تحرمش منك. كل اللي معاكي والانسه اللي ردت عليا جميله جدا. تسلميلي حبيبتي. ربنا يخليك. انت اللي اجمل وما ننحرمش منك ولا من ذوقك ولا من صباحك ولا من كلامك الجميل. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. تسلميلي حبيبتي. وانت والله والله انت بصي يا خساره. حاولي تكلميني تاني يا ام عمرو. ربنا يكبر بخاطرك يا رب على الصبح كده وتسمعي احلى خبر النهارده باذن الله. بصوا كده حطيت ايه وانا بكلم حبيبتنا ام عمرو. كوبايتين ونص دي مع الباكت الكامل بيكنج باودر ولازم ننخله عشان لو في اي حاجه في الدقيق تظهر معانا بالشكل ده. ناقص قدامنا ايه دلوقتي؟ ناقص قدامنا تلت كوبايه كاكاو خام من دريم اهو. احنا طبعا فضينا الكيسين حطيناهم في البطرمان بتاعنا اللي جاي لنا من دريم هديه علشان ما يكرفش او ما ياخدش اي ريحه من الثلاجه او من المطبخ. وادي خدنا منه تلت كوبايه كده بالشكل ده. ونصبح على مين؟ مين؟ مروه. صباح الفل يا مروه. صباح الخير يا نونو. صباح الهنا والجمال على عيونك حبيبتي. عامله ايه؟ صباح الخير. انا مش سامعه بتقولي ايه؟ بقولك بحبك جدا حبيبتي. ربنا يبارك لك ما تحرمش منك يا رب. تسلميلي. قولي لي عيد ميلاد اخويا النهارده وعايزه اعمل له تورته. عيد ميلاد مين؟ اخويا. عيد ميلاد اخوكي؟ كل سنه وهو بألف خير يا رب. عايز تعملوا له تورتايه؟ طب حاضر هقول لك حالا بقى يعني اقفلي وهقول لك تعملي ايه النهارده. ماشي؟ ماشي يا حبيبتي. نورتيني باتصالك وكل سنه وهو بألف خير. صباح الهنا. كل سنه وهو طيب وبألف خير يا رب. بصي يا حبيبتي اسمعيني بقى. بصي كده مقدار الكيك اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي لو انت هتعملي له كيكايه او تورتايه بالشوكولاته امشي على نفس المقدار بتاع الكيك اللي انا عاملاه النهارده ده اللي مستخدمه فيه كاكاو دريم. هتعمليها وهتعمليها في صينيه مدوره عندك بس اهم حاجه الصينيه ما تبقاش كبيره قوي. الخليط يبقى في نص الصينيه او في ثلاث ارباعها علشان يدينا علو مظبوط ما تبقاش ان هي رفيعه. وسيبيها يعني اعمليها كده بعد الحلقه ما تخلص قومي اشتغلي فيها وسيبيها تبرد براحتها خالص. تعالي على اخر النهار على قد سمك الصينيه ممكن تقسميها على اثنين او على ثلاثه وتضربي تجيبي كريم شانتيه خام وتضربيه بحليب متلج او ميه متلجه وتبداي ان انت تحشي الطبقات بتاعه الكيك وتعملي جناش. ايه معلش ممكن نطلع الجناش الاقتصادي بتاعنا مش اللي فيه شوكولاته بندوبها لا التاني اللي عاملينه بالكاكاو. هاي تسلمي لي. وهنزل لك دلوقتي طريقه جناش تغلفي بيه التورتايه بعد الكريم شانتيه وتزينيها تزيين بسيط كده بالمكسرات او بالشوكولاته او لو دخلت على صفحتنا هتلاقي كذا طريقه لتزيين التورت واسهل طرق التورت ان شاء الله وهتطلع من ايدك زي الفل وزي العسل. كل سنه وانتم طيبين وهو طيب ويا رب ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. بصوا كده واحنا بنكلم مروه حطينا ايه؟ حطينا الدقيق وحطينا الكاكاو وحطينا البيكنج باودر بتاعنا. بصوا الخليط بتاعنا ما شاء الله عليه عامل ازاي؟ ما فيهوش اي تكتلات. طيب في اللحظه دي هنعمل ايه؟ هكلم الاول ناخد تليفون من حبيبتنا وبعدين نشوف هنعمل ايه. هصبح على حبيبتنا حبيبه. صباح الفل يا حبيبه. الو. الحمد لله. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس. يا رب دايما تكوني بخير. قولي لي انت في سنه كام يا حبيبه؟ ازي حضرتك؟ انا بخير حبيبتي طول ما انت بخير. انت في سنه كام قولي لي؟ انا في خمسه ابتدائي. خمسه ابتدائي ما شاء الله عليكي. قولي لي المذاكره معاكي تمام ولا ايه؟ قولي لي. الحمد لله. يا رب دايما كده تنجحي ونشوفك احسن الناس وماما وبابا يفرحوا بيكي يا رب. انا كنت عايزه طريقه عمل البان كيكس. الكب كيك؟ انا مش سامعه يا حبيبه. عايز طريقه الكب كيك؟ البان كيك. حاضر عينيا الاثنين. ليك اي طلبات تانيه؟ شكرا. العفو حبيبتي نورتيني باتصالك. صباحك هنا وسعاده يا رب. بصوا دلوقتي انا بعمل ايه. مسكت الخليط بتاع الكيك بتاعنا حطيته في صاج والصاج مدهون ورق زيت. طيب اللي انا عاملاه في النسخه انا قاسمه الخليط ده على صاجين. ليه قاسماهم على صاجين؟ علشان انا هعمل شكل معين من الكيك بتاعنا. لكن لو انت عايزه يعني الكيك اللي انا هعمله النهارده هعمله بطبقتين لكن لو انت عايزه ان هو يكون طبقه واحده يبقى هتحطي الخليط كله في صاج واحد بالشكل ده وهتدخليه الفرن. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 من قبل ما نبدا عمايل اي حاجه خالص.
180 قبل ما نبدا اي حاجه. وهنروح مدخلينه. هيقعد في الفرن قد ايه يا نونا؟ بصوا كده حطيناه في الصاج والفرن يبقى شغال على درجه حراره 180 قبل ما نبدا اي حاجه خالص. بعد ما حطينا الخليط في الصاج هعمل كده علشان اساوي الخليط وفي نفس الوقت يبقى كله سوى واحد واطلع الهواء منه. هياخد قد ايه في الفرن على درجه حراره 180 يا نونا؟ هيبقى زي الكيك العادي اللي احنا بنحطه بعد 35 دقيقه نبدا نختبره؟ لا، ده دوت بعد 15 دقيقه. ده بعد 15 دقيقه. ليه ده بعد 15 دقيقه مع ان هو هو خليط الكيك اللي انت بتعمليه؟ عشان ده رفيع. بصوا بصوا السمك بتاعه هيبقى عامل ازاي. ده ما بياخدش تسويه زي قالب الكيك العالي. ده انا عملته اهو الخليط، نفس الخليط اللي احنا عاملينه حطيته في صاجين. علشان هقطعه بقطعه مدوره، ما عنديش قطعه مدوره يا نونا، اعمل ايه؟ شغلي دماغك كده اهوت، اي مجة اي بوله اي سلطانيه ونبدا نقطع بيها الكيك بتاعنا. نصبح على مين يا يوكا؟ مين؟ شيماء. صباح الفل يا شيماء. الو الو، صباح الفل. صباح الفل والهنا والسعاده عليكي اللي وحشاني ومش عارفه اوصل لك خالص. حقك عليا. ازيك يا مشمش، اخبارك ايه؟ انا بقول اهو ازيك يا مشمش، عامله ايه؟ ايوه وحشتني مش منك جدا، وانت عليكي بقى. بصي واقول ايه؟ طيب وحشتيني وحشتيني وحشتيني. ما تحرمش منك يا رب، ما تشوفيش وحش ابدا، ربنا يخليكي ليا. مش مش ربنا يخليكي ليا. ومش عارفه اوصل لك طبعا، انا عارفه حقك عليا. حقك عليا حقك عليا. بصي بقى القمر كلها تحفه. تسلمي لي يا رب، يحسن ما بينك دايما يا رب. وانت حبيبتي الكل طبعا، وانت عارفه اللي يشوفك مره حبيبتي. يحبك جدا ده كرم من ربنا، ووجودكم اصلا في حياتي ووجودك في حياتي فضل من ربنا عليا والله العظيم. لا ده انت وجودك انت في حياتي بجد حبيبتي. يعني اللي يعرف منى مره ما يعني خلاص ادمان يعني. انت وحشتيني، شوف مش عارفه اوصل لك وحطيتك على الهواء حبيبتي. ربنا حبيبتي ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا يا مشمش. يا رب زي الفل. وانا قاعده بتفرج اهو، طبعا انت عارفه انا بتفرج دايما. عارفه عارفه حبيبتي. تسلمي لي. ويا رب يا رب يا رب دايما يديمك انت كمان نعمه في حياتي يا رب. يا رب اللهم امين، ويديمك نعمه في حياتي ويخليكي ليا يا حبيبتي. ما تحرمش منك ويسعد صباحك ويكبر بخاطرك ربنا النهارده ان شاء الله. بصوا بقى كده واحنا بنكلم مشمشه عملنا ايه. الكيك بتاعنا سيبناه استوى براحته ورحنا مطلعينه، سيبناه يهدى خالص، وبعد كده بنبدا ان احنا نقطعه بالشكل ده كده. طيب نون، انا ما عنديش القطعه المربعه المدوره دي، لكن عندي مربع، هينفع؟ اه طبعا هينفع. احنا اتفقنا قبل كده مليون مره ان احنا بنوظف الحاجه اللي عندنا، المكونات اللي عندنا والامكانيات اللي عندنا بنشتغل بيها وما بنكلفش نفسنا حاجه من بره. طيب هنقطع الكيك كله كده بالشكل ده، ومحضرين ايه بقى للتزيين بتاعنا؟ يا اما هنعمل جناش يا اما شوكولاته خام، وهنبدا ان احنا ندوبها ونسيحها سواء بيضه او بني زي ما انتم عايزين وحسب اللي انتم بتحبوه. طيب انا شايفه يا نونا ان قطع الكيك بتاعتنا دي في منها العالي وفي منها الواطي وفي منها الرفيع وفي منها التخين، نعمل فيها ايه؟ هقول لكم نعمل فيها ايه بعد ما نكلم يوسف ونصبح عليه ونقول له صباح الفل يا يوسف. الو. شكرا يا يوسف، حاول تكلمنا مره تانية بالشكل ده كده. كده قطعنا الكيك بتاعنا كله. طب اللي احنا مقطعينه ده يا نونا والفوارغ دي كلها والحاجات دي، ده كله هيترمي؟ لا، عندي حاجه من الاثنين. يا ربنا يخلي ولادنا يشربوهم كده او ياكلوهم على الشاي بحليب الصبح كده يفطروا بيهم، يا اما بروح ماسكاهم واسيبهم يهدوا خالص وينشفوا واروح ماسكه الكبه طحناهم فيه. ولو انا هعمل كيكايه وعايزه لها تزيين بزين الكيكايه منها فيها، يعني عملتها كريم شانتيه ورحت حاطه الجناش من فوقيها ومش لاقي حاجه احطها على الوش، بزين من الكيك اللي هو اللي انا سبته يهدى شويه او يبرد براحته خالص وضربته في المطحنه او في الكبه وطلع لي، طبعا هيبقى ناشف شويه وهيطلع لي مفرول كده وحبايبات، اسهل عليا ان انا ازين بيه الكيكايه. نركنهم كده على جنب، وتعالوا دلوقتي كده نشوف هنعمل ايه في الكيك بتاعنا ده ونقدمه باسهل طريقه. واحنا بنزين الكيك بتاعنا هصبح على استاذ اسامه واقول له صباح الفل يا استاذ اسامه. الو. صباح الخير يا شيف. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامل ايه؟ ازيك يا شيف، اخبار حضرتك؟ انا الحمد لله الحمد لله كله بخير، تسلم لي.
امرني. الكيكه الجميله دي حبيبتي اسفه معلش لساني واخد على طول ان انا الكيكه الجميله دي ربنا يبارك لك وما تحرمش منك. تسلم يا رب. لا ولا يهم حضرتك. تسلم ربنا يعزك وامرني. الفتره اللي جايه دي هيبقى الموسم بتاع القرع، فايه بقى وصفات حضرتك للقرع؟ عينيا الاثنين. عايزه حلو كلنا عارفين القرع العسل في حلو وفي حادق زي ما انت عايز. هنجهز لهم وصفات حلوه وحادقه ان شاء الله. لو في مثلا وصفه حادقه كده غير ممكن ان احنا نجربها في البيت يعني. عينيا الاثنين. حاضر ان شاء الله. حلقه مخصوص عشان خاطر استاذ اسامه عن القرع سواء حلو او حادق. عينيا الاثنين. نورتني حضرتك باتصالك. بصوا بقى كده عشان اما اطلع الفاصل تبقوا عارفين انا هعمل ايه. عندي شوكولاته غامقه وشوكولاته بيضاء اهي مدوباها على حمام بخار او حمام ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكيك بتاعنا لازم يكون بارد خالص عشان يبقى ماسك نفسه. هروح ماسكه كده الكيكايه بتاعتنا اهي، نمسك واحده ماسكه نفسها اكتر اهي، واروح عامله كده على الشبكه بتاعتنا. انا هريح نفسي وارصهم كلهم. طب ما انت بتفكر اهو. احنا ما نجيش زيك يا جمل والله. ماشي يا جمل. بصوا كده بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اروح حاطه عليها شوكولاته غامقه او شوكولاته بيضه حسب ما انتوا بتحبوا، حسب ما انتوا بتحبوا. شبكه واروح حاطه عليها تحتيها صاج واروح عامله كده. انا عايزه الشوكولاته بصوا كده تغطيها من جميع النواحي بالشكل ده، واللي هينزل طبعا هينزل على الصاج اللي احنا بنعمله كده. بصوا عشان تبقى متغطيه من جميع النواحي. تخيلوا بقى كيكه شوكولاته معموله بكاكاو دريم عليها شوكولاته من فوق، والشوكولاته لما تمسك بقى وتجمد مش قادره اقول لكم شكلها بيبقى عامل ازاي، وهي لسه طريه شويه كده او نص طريه نروح حاطين عليها المكسرات بتاعتنا. يا على الجمال، ويا لما تتقدم ويبقى شكلها في منتهى الجمال. عملنا الشوكولاته البني، ادي الشوكولاته البيضة نفس النظام. ضيوفك اللي هيجوا عندك او حتى اولادك مش هيبقوا عارفين ايه دوت، هيفتكروا ان هو بسكوت بالشوكولاته، لكن هو كيك متغطي بالشوكولاته وعليه من فوق مكسرات بالشكل ده كده. ممكن هقول لك نعملها ازاي، هعملها علشان خاطر عيونك. بصوا كده يوكا عايزه واحده بني في ابيض، نعمل كده ونروح منزلين فيها البني بالشكل ده بتبقى كده. بصوا بقى نسيبها، نسيبها تنزل لوحدها بالراحة. كده بصوا لما تنشف كمان هيبقى شكلها في منتهى الجمال. دي بدات ان هي تهدى معانا، نروح جايين هنا عاملين كده قبل ما تنشف خالص، لان لو نشفت المكسرات بتاعتنا مش هتمسك فيها. نروح عاملين كده بالشكل ده. تعالوا بقى كده ايه، نطلع فاصل يكونوا نشفوا كمان في الفاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف الوصفات الحادقه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. اوعوا تروحوا في اي حته ومستنياكم. رجعنا من الفاصل بعد ما عملنا الكيك المتغطي بالشوكولاته، ولا احنا عارفين هو بسكوت ولا احنا عارفين هو كيك، مش هنعرف الا لما يتمسك ويتاكل. شكله حلو قوي، سهل وبسيط جدا، عاملينه بمقادير مظبوطه. طيب لو احنا عملنا الخليط اللي عملناه ده على ثلاث صاجات نعمل ايه، وطلعت معانا رقيقه جدا، هنروح ماسكين طبقه منها ونروح حاطين في النص شوكولاته بيضاء، نروح قافلينها تاني زي بسكوت كده اللي احنا بنجيبه بالشوكولاته، ومن النص كده بيبقى فيه زي مارشميلو او حاجه، طبعا مش هينفع اقول اسمه بس هو ده الوصف بتاعه. نرققها خالص ونحط في النص يا اما شوكولاته بيضاء يا اما ايا كان الحشوه اللي انت عايزه تحشيها، بتروحي قافله الاثنين على بعض وبتروحي سايباهم وحاطه شوكولاته عليهم من على الوش كده، بيطلعوا نفس النظام. بس لو طلعت معاكي السمك ده فانا شايفه ان السمك ده حلو قوي ان هي تبقى عامله زي قطعه البسكوت، بس طبعا احنا كنا عاملينها
خليط كيك في منتهى الجمال بكاكاو دريم وطلع معانا بالشكل ده. هنسيبه يهدى خالص كده والشوكولاته بتاعته تمسك، وبعد كده نقدم بقيته في صينيه او في طبق التقديم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل جلاش حادق. مجرد ما بيجي كده في دماغنا كلمه جلاش حادق، ده هتحشيه لحمه مفرومه، يا اما تحشيه ميكس جبن، يا اما تحشيه فراخ، يا اما سجق قديم، حاجه محشيه ايا كان. افتحي الثلاجه كده قدامك وطلعي كل اللي فيها وشوفي ايه اللي ممكن نحشي بيه ايا كان، بيتقضى وبيطلع طعمه في منتهى الجمال. طيب انا النهارده عايزه اعمل جلاش للفطار او حاجه خفيفه كده للعشاء، بس ما تاخدش معايا وقت. طلعت لفه الجلاش من عندنا من الثلاجه ورحت سايباها تهدى خالص، او لو جبتها مثلا من السوبر ماركت اللي جنبي او من عند الفطاطري هتبقى في منتهى الجمال، احسن ما تكون متفرزه طبعا. ولقيت ايه عندي في الثلاجه؟ لقيت حته جبنه بس اسطنبولي وحزمه بقدونس وقرن فلفل حامي، ما عنديش اكتر من كده. الثلاجه بتاعتي ربنا ما اردش ان يكون فيها اكتر من كده، وانا عايزه اعمل جلاش. اعمله كده؟ اعمله كده، ده هيطلع كمان احلى جلاش. طب انا ما عنديش بيض يا نونا اسقي الجلاش، طب انا ما عنديش مثلا حليب اسقي الجلاش، اعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. الجلاش بتاعنا مش مسقي ولا حليب ولا بيض، كل اللي مستخدماه معلقتين حليب. ما عندكيش حليب حطي ميه على زيت، ما عندكيش حليب اسقي الجلاش من جوه او طريه بميه على زيت، وده اللي هنعمله دلوقتي. مقاديرنا هتنزل على الشاشه، ومقاديري بتقول ان انا معايا ايه في جلاش الفطار او جلاش الجبنه. معايا لفه جلاش، نص كوبايه حليب، ولو مش موجوده ممكن تستغني عنها. معايا نص كوبايه زيت سندباد ونص كوبايه ميه. كل الخليط ده كله بنحطه على بعضه، ادي نص كوبايه الحليب وادي نص كوبايه من زيت سندباد. كده اهي، واروح حط عليها نص كوبايه ميه. ده كله هيبقى بالنسبه لي خليط ادهن بيه الجلاش من جوه عشان يتورق ويطرى معايا. ادي نص كوبايه زيت سندباد، بسم الله، ومعاهم نص كوبايه ميه. عامله مثلا صاج كبير او عامله لفتين ثلاثه جلاش، وشايفه ان المقدار ده مش هيكفي معاكي، زودي المقدار، يبقى من كل حاجه كوبايه بس كده. نص كوبايه حليب، نص كوبايه زيت سندباد، نص كوبايه ميه. ده كده الخليط اللي هندهن بيه الجلاش بتاعنا عشان يطرى من جوه وعشان يورق، وبرده هندهن بيه من بره، يبقى كده انا استغنيت عن البيض. وادي حته الجبنه الاسطنبولي بتاعتنا اهي، هجيب بوله كده واروح حاطه فيها الجبنه الاسطنبولي. عايزه جبنه فيتا ايا كان نوع الجبنه اللي موجود عندي هنقضي بيه بالشكل ده كده. واروح حاطه عليها شويه زيت سندباد عشان اطريها، وفي نفس الوقت احد من الحدوقيه بتاعتها شويه، بسم الله، بالشكل ده كده. واروح حاطه البقدونس والفلفل، مش عايزه الفلفل الحامي ما تحطوش. تعالوا احنا بنقلب الجبنه بتاعتنا الجميله دي كده عشان نحشي بيها الجلاش، نكلم مدام وفاء ونصبح عليها ونقول لها صباح الفل. صباح الفل عليك يا شفنونه، صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، ربنا يحسن ما بين ايديك يا حبيبتي يا رب، اللهم امين، ويجازيكي خير على وقفتك حبيبتي الجميله. تسلمي، وانا بشكرك لان اتعلمت منك فعلا ان اجيب حبه حب واحطهم في الشنطه حبيبتي، وده يبقى ثواب لليل. لا ثواب تاني حاجه عايزه منك خدمه، ربنا يخليكي عيوني الاثنين امورين. انت قلتي ان الكيك الاولاني 15 دقيقه في الفرن، تمام. طب عايزه اشوفه لما يطلع بالله عليكي. بصي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عدى، طلعوني بره على الكونتر واشوف. حاضر حاضر، عينيا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، يسلموا عينيك يا حبيبتي، مع الف سلامه. مع الف سلامه، نورتيني. تعالوا كده احنا عدى 15 دقيقه، تعالوا زي ما بنختبر الكيك العادي برده من نص الكيكايه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، طالع ما فيهوش حاجه خالص. ما هو ما فيهوش حاجه اهو، انا هطلعه لك حالا. بصوا بقى كده، تعالوا نطلعه علشان مدام وفاء تشوفه، هطلعه لها بره على الكوانتر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكيك بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض من خليط كاكاو كريم دريم، طلع بالشكل ده. معانا تليفون يا شباب، واصبح على مدام فاطمه والله. صباح الفل، صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ تسلمي لي حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك يا مدام نونا، تسلمي ويسلم وقفتك. تسلمي لي، سلم عمرك حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. أمريني. ربنا يا احلى شيف في الدنيا حبيبتي، ربنا يعزك ويكبر بخاطرك يا رب، تسلمي لي.
انا بشكرك جدا على كل اللي انت بتعمليه يا مدام نونا. حبيبتي ده واجب عليا، ما تحرمش منك، تسلمي لي يا رب. انا اللي بشكرك. خساره. طب حاولي تكلميني تاني يا مدام وفاء، نورتيني حبيبتي، يسعد صباحك يا رب. بصوا كده الكيك حبيبتنا اللي طلبت ان احنا نطلعه اهو، هسيبه يهدى خالص طبعا عشان ما ينفعش ان انا اجي جنبه ولا احركه الا لما يهدى. هسيبه يهدى خالص وهقلبه علشان نشيل من عليه ورق الزبده ونشوف شكله هيكون عامل ازاي. 15 دقيقه بالظبط وحطينا العود الخله واختبرنا الكيك بتاعنا من النص الكيكايه مش من على حرف الصاج برضو علشان نتاكد ونطمن ان هو استوى. ده 15 دقيقه لكن في القالب مش قبل 35 دقيقه ونبدا نفتح عليه الفرن. الفرق في سمك الكيك نفسه، ده خد 15 دقيقة، التاني استحالة ان هو اللي هو في القالب الكبير استحالة ان هو يقعد 15 دقيقة، لازم 35 دقيقة. طيب تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. هنجيب صاج مدهون زيت او محطوط فيه ورق الزبدة، بس انا خلينا اللي هو مدهون زيت احسن عشان حبايبنا اللي ما عندهمش ورق زبدة يبقى ما فيش مشكلة. وصبح على ام حمدي، والله صباح الهنا يا ام حمدي. النورة شفنونة. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عاملة ايه؟ ممكن نعمل اهداء؟ اه طبعا اتفضلي. انا حفيدي محمد عيد ميلاده النهارده وعايزه اعمل له اهداء. كل سنه وهو طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وهو طيب. مليون سنة يا رب. كل سنه وهو طيب وبالف خير يا رب، ويشوف السعاده كلها بعمره وتفرحي بيه وتشوفيه احسن عريس في الدنيا ان شاء الله. شكرا ليكي. العفو حبيبتي، نورتيني باتصالك. يعني والله العظيم يا ام حمدي انت فيكي الخير. انا النهارده عايزه اقدم برضو تهنئه لابن اختي محمد برضو، عيد ميلاده وكل سنه وهو طيب، واقول له يا رب يا رب اشوفك احلى عريس في الدنيا كده يا محمد، وافرح بيك انت واختك رودي ان شاء الله، ونشوفكوا احسن الناس باذن الله. كل سنه وانت طيب يا تيتو، عقبال مليون سنه. بصوا بقى كده الدهان بتاعنا اهو، وهو عبارة عن ايه؟ نص كوباية حليب، نص كوباية مية، نص كوباية زيت. هنقلبهم كده مع بعض وابدأ احشي بيهم الجلاش بتاعنا. هعمل كده والحشوة بتاعتنا بصوا ريحتها اصلا ريحة الجبنة الاسطنبولي تفتح النفس. ما بتحبيش الاسطنبولي، ما بتحبيش الحوادق، ما فيهاش اي مشكلة، اي نوع جبنة عندك في التلاجة استخدمه. واروح جايبة كده ورقتين الجلاش. بصوا بقى الورقتين دول هما اللي هيتلفوا، لا ده احنا هنكتر كمان عن كده، بس الورقتين دول هيبقى كبداية وهحط فيهم الخليط بتاعنا علشان يتورق من جوه، ما يبقاش ان انا باكل عجين. واروح عاملة كده زيت وحليب ومية، ادهن كده واحنا بندهن الجلاش بتاعنا. اصبح على فاطمة، والله صباح الفل يا فاطمة. يا صباح الفل يا مدام نونة. صباح الهنا والجمال على عيونك حبيبتي. معلش انا كنت بكلمك والخط قطع. ولا يهمك، نورتيني الحمد لله على السلامه. عاوزاك تنزلي لي مقادير الفطيره بتاع امبارح والنبي يا مدام نونه. عينيا الاثنين. حاضر عينيا الاثنين، تأمريني تأمريني حبيبتي، عينيا الاثنين. ليك اي طلبات ثانيه؟ طيب شباب امبارح كانت امبارح كانت جمعه صح؟ طب ممكن نشوف حلقه امبارح اللي كانت الاعاده ايه وننزل مقادير الفطيره؟ تسلموا لي. طب ماشي تمام حاضر. بصوا كده انا حطيت ورقتين دهنتهم بالدهان بتاعنا اللي هو كان عباره عن ايه، حليب وزيت وميه، والمقدار متوحد يعني نص كوبايه حليب نص كوبايه زيت نص كوبايه ميه، ورحت حاطه ورقتين كمان. وادي دهنت تاني، وادي ورقتين كمان، ونصبح على نوني ونقول لها صباح الفل يا نوني. صباح الفل يا نونا، عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ بصي انتي لو في واحده مني في كل شارع كانت الدنيا دي اتغيرت. حبيبتي ربنا يكبر بخاطرك يا رب، ما تحرمش منك، يا نهار ابيض. ما يعني اقسم بالله بصي انتي مغيره فيا حاجات، انا بتفرج عليكي ثلاث مرات يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي. اخر النهار والساعه 4 الفجر وانا بصلي. ده شرف ليا والله العظيم، تسلمي لي ما تحرمش مني. انتي حاجه جميله جميله. تسلمي. عايزه اكلمك بقى بالنسبه للتنمر اللي حضرتك قلتي عليه. قولي لي. بصي انا كان عندي كانسر وشايله البريست اليمين. يا حبيبتي الف مليون سلامه وربنا يتم شفاكي على خير يا رب. ربنا يخليكي يا نونا. تسلمي. ففي ناس تيجي تتكلمي معاهم طبعا عارفين موضوعي. تمام. اول حاجه تلاقيها بيبصوا عليها المكان ده ليه بس ليه؟ يا حرام طبعا انا حاطه صدري بديل، فيقوموا باصين لي كده، بس احنا شايفين ان انت كويسه. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
ففعلا انت كلامك صح، لازم كل واحد يراعي اللي قدامه. انا ما بزعلش على فكره، لان انا راضيه بقضاء ربنا والحمد لله انا احسن من غيرك. وعدم بكتير. وعدم زعلك وان انت راضيه بقضاء ربنا، ده ربنا هيجازيكي عنه مش هيسعدك كده. اقسم لك بالله يا نونا انا مبسوطه وفرحانه ان ربنا مطلعني عنده درجه زي دي. ربنا يرزقك، ربنا يرزقك رضا النفس دايما، ربنا يرزقك رضا النفس دايما يا رب. ربنا يخليكي يا نونا، ربنا يخليكي. وانتي بجد انا بستفيد منك، ويا ريت كل الناس تبقى قلبها ابيض زيك حبيبتي. ربنا يخليكي، واتمنى ان انا كان يبقى ليا صاحبه زيك يا حبيبتي. ده شرف ليا والله العظيم. خدي رقمي في من الزمن اللي احنا فيه ده، خدي رقمي من ايه وتشرفني طبعا صداقتك وتنوريني في اي وقت. بصوا كده، ربنا يرزقك الخير كله يا رب. بصوا كده، انا حطيت الحشو وهبدا ان انا الف بالشكل كده، وهبدا ان انا اقطعه قبل ما ارصه في الصاج. تعالوا نطلع فاصل، ولما نرجع من الفاصل اكون عملت واحد تاني من ده او اتنين، ونرجع نشوف هنشكلهم ازاي او هندهنهم ازاي. بس هنشوف ده كله بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنياكم. رجعت من الفصل على حطت ايديكم، والله من ساعه ما طلعت من الفصل حطيت برده ورقتين الجلاش بتوعنا، دهنتهم بالخليط الجميل بتاعنا اللي هو زيت وحليب وميه. ما عنديش حليب، ما فيهاش اي مشكله، هدهن بزيت وميه بس عشان يديني توريقه من جوه. الجلاش بتاعنا ده ما بيحتاجش بيض، ودي هتبقى حاجه كويسه سواء للناس اللي ما بتحبش البيض اصلا على الحاجه، وسواء للناس اللي ما عندهاش بيض وعايزه تعمل الوصفه والحاجه كلها موجوده عندها لكن ما عندهاش البيض، فهتبقى برده حلو. وبعدين بروح حاطه اهو كده. انا عملت الرول بتاعنا بيبقى عباره عن ست ورقات جلاش، بين كل ورقتين بروح حاطه الدهان بتاعنا اللي هو الخليط بتاع التوريق، وبروح حاطه كده الجبنه بالشكل ده. حد هيقول لي دي كبيره قوي، دي كتيره قوي، فعلا دي كتيره قوي، هتبقى حادقه قوي للناس اللي ما بيحبش الحاجه حادقه. هخفف كده الحشوه بتاعتنا بالشكل ده كده، واروح لفه الرول بتاعنا. خلوا الحشوه من على اول الرول عشان ما تبقاش حاجه فاضيه، تبقى كلها فيها حشو بالشكل ده كده، واروح لفاه وابدا ان انا اقطعه وارصه في الصاج كده. بالشكل ده يخلص اللفه كده كلها، وابدا ان انا بسكينه حاميه واروح مقطع. عايزه بقى بورب كده، عايزه ان هو ينزل حته واحده، شكل الحشوه اصلا من جوه في منتهى الجمال. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره يعني من 180 ل 200. انا طبعا الفرن عندي شغال من ساعه ما كنا بنعمل الكيك فيعتبر سخن. بصوا الحشوه من جوه شكلها في منتهى الجمال. واصبح على مدام عبير واقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الجمال على عيون حضرتك. انا بخير طول ما حضرتك بخير، تسلمي. ربنا يخليكي يا نونا، ده اكلك كله جميل جميل. حبيبتي ربنا يبارك في عمرك، تسلمي لي يا رب. مأمورين. الله يخليكي، مش مخليانا عايزين اي حاجه بصراحه. حبيبتي ربنا يبارك لك، تسلمي لي ويسلم لي ذوقك يا رب. الله يخليكي يا رب. تسلمي لي. انا حبيت اصبح عليكي واقول لك صباح الفل. صباحك هنا وسعاده حبيبتي يا رب، وربنا يسعد ايامك كلها ويهني قلبك، اللهم امين. حبيبتي نورتيني باتصالك، مع الف سلامه، في حفظ الله. الله يخليك، تسلمي لي، نورتيني. مكالمه مدام عبير بالنسبه لي جبر خاطر. حد هيقول لي طب هي ليه جبر خاطر، ده حتى ما قالتلكيش حاجه ولا اتكلمت في اي حاجه. مجرد ان هي ترفع سماعه التليفون عليا او على البرنامج وتكلف نفسها مكالمه، تكلف نفسها فلوس عشان بس تقول لي ربنا يكرمك وتسلم ايدك على اللي انت بتعمليه، وانا بس كنت بتكلم عشان اصبح عليكي، ده في حد ذاته جبر خاطر. ده في حد ذاته جبر خاطر. واصبح على ام حمزه واقول لها صباح الفل يا ام حمزه. الو، صباح الهنا. انا بخير طول ما انت بخير حبيبتي، تسلمي لي. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. لو سمحتي بس بعد اذنك، انا كنت عايزه من حضرتك مساعده. انا ظروفي صعبه وقاعده في شقه ايجار. بصي سيبي رقمك في كنترول، وان شاء الله اهل الخير ربنا يا رب يزيد ويبارك فيهم. احنا اللي ربنا يقدرنا عليها نعمله، والاهل الخير لو اي حد عايز يساعد
بيتصل بينا وان شاء الله بنوصل. خدي رقمها يا ماما، تسلمي لي، نورتيني حبيبتي باتصالك، ربنا يصلح حالك يا رب ويصلح حالنا جميعا. بصوا كده خلاص اهو اخر حاجه من لفه الجلاش بتاعتنا. طيب هو يا نونا انت دلوقتي قايله ان هي 6 طبقات، ما ينفعش 4؟ ينفع. ما ينفعش 2؟ ينفع، مفيش حاجه اسمها ما بتنفعش. 2 4 6 زي ما انت عايزه، والله حسب الورق اللي انت هتحطيه، حسب التوريقات اللي هتاخديها في الجلاش. لكن برضه هينفع ان انت تحطي ورقتين، هينفع ان انت تحطي 4، هينفع ان انت تحطي 3. اهم حاجه بين كل 2 او بين كل، لو انت بقى تعملي ورقتين بين كل واحده والتانيه، لازم نحط الطبقه بتاعه الدهن بتاعتنا دي علشان تورق لنا الجلاش ويطلع في منتهى الجمال. خد مننا وقت؟ ما خدش مننا وقت ولا اي حاجه خالص، وما خدش مننا تكلفه، ولا حاشين لحمه ولا حاشين فراخ ولا حاشين اي حاجه خالص. كل اللي عاملينه حاشين جبنه من اللي موجوده عندنا في الثلاجه، حطينا عليها قرن فلفل حامي، شويه بقدونس مش موجود اعمليها بس بقى عندك حبه زيتون، يبقى الحمد لله خير وبركه من عند ربنا ونحشي بيها. هنيجي دلوقتي قبل ما اطلع الفاصل هروح عامله كده بقيه اللي احنا دهنا بيها، اروح دهنا بيه الوش وراح احطها في الفرن. نرجع من الفاصل نشوفها وهي في الفرن، ونرجع من الفاصل كمان نقدم الكيك بالشوكولاته بتاعنا اللي احنا عملناه من دريم، ونشوف الكيك اللي احنا اصلا عملناه وسويناه قدامكم هنقلبه ويكون شكله عامل ازاي. كل ده بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه؟ زي ما قلت لكم دهنت الجلاش بتاعنا ورحت حطاه في الفرن على درجه حراره 180. طبعا هو كنا مسويين فيه الكيك فهيبقى سخن وهيطلع معانا زي الفل. ودلوقتي رصيت الكيك بتاعنا بالشوكولاته، بصوا شكله عامل ازاي ما شاء الله عليه، في منتهى الجمال. لما يتقدم كده لضيوفنا نعمل النهارده الكيك بتاعنا اهو. اخلص نقل ده واروح مورياكم اللي في الصاج اللي احنا عاملينه مع بعض ومسوينه مع بعض عامل ازاي. بصوا كده اهو، ده حته بقى اللعب بالشوكولاته وحته التزيين دي بترجع لك وحسب ما انت عايزه اهو. بعد ما مسك معانا طلع معانا زي الفل. طيب واحنا دلوقتي كده خلاص عملنا كيكه الشوكولاته اللي عملناها من دريم بالمكسرات، تعالوا بقى دلوقتي نقلب الكيك بتاعنا الاصلي اللي احنا عملنا منه الوصفه بتاعتنا. ووصلنا كمان لفقره السوشيال ميديا. يعني ايه فقره السوشيال ميديا؟ الاسئله اللي حضراتكم بتبعتوها على صفحه بي ان سي بنجاوب عليها وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نجاوب على كل اسئلتكم. هتنزل معانا دلوقتي صوره الصفحه بتاعتنا على الهوا دلوقتي اهي، دي صوره الصفحه اللي لو مش مشتركين تبداوا ان تشتركوا فيها، والبوست اللي عليه الاسئله موجود على صفحه بي ان سي فود، وموجود برده على صفحتي شيف نون عربي وانجليزي، علشان اي حد عنده سؤال عايز يساله ويتجاوب عليه في الهوا نقدر ان احنا نوصل له بكل سهوله. طيب نشوف الاسئله بتاعتنا اللي جات لنا النهارده كانت عباره عن ايه. مدام هويده سالت وقالت ليه القرص الطريه بتنشف معاها؟ طيب القرص الطريه لو مقدارها مظبوط، لو المقدار بتاع القرص الطريه بتاع حضرتك مظبوط مش هتنشف معاكي. واهم حاجه لما تكون القرص معموله او ايا كان اي معجنات احنا عاملينها لما بنخرجها من الفرن اسيبها يا دوب تهدى من سخونيه الفرن واروح مغطيها. ما نغطيهاش بفويل عشان الفويل هيخليها تعرق، نغطيها بفوطه قطن من بتوعنا، فوطه قطن او حته طرحه بتاعتنا كده قطن نظيفه، ونروح حاطينها في سبت او حاطينها في طبق او حاطينها في ايا كان هتحطيها في ايه او في بوله ازاز، وتروحي مغطياها بالفوطه هتفضل معاكي طريه ايا كان المعجنات اللي بتعمليها مش القرص الطريه بس، وهتطلع معاكي زي الفل. طيب الاسئله اللي جات لنا ايه تاني؟ بتنشف وهي بتسوي ولا بتنشف وهي بعد ما استوت؟ طيب مدام زهره بعتت لنا وبتقول ان عجينه البيتزا بتنشف منها بعد ما بتستوي، تمام؟ طيب عجينه البيتزا، ما انا ما اعرفش مقدار البيتزا بتاع حضرتك ايه او مقدار العجينه ايه علشان اعرف هو ليه بينشف.
ممكن تكون كميه السوائل او كميه المطريات اللي في العجينه مش مظبوطه، ممكن تكون ما اتعجنتش كويس قوي فعشان كده طلعت معاكي مش ناعمه ومش مش طريه فعشان كده نشفت. فانا مش هقدر احدد بالظبط ليه بتطلع معاكي ناشفه الا لما اعرف مقدار العجينه بتاع حضرتك دي. لو ينفع حضرتك تكتبي لنا مقدار العجينه اللي بتستخدميه للبيتزا يبقى كتر خيرك عشان نعرف عيب نشفانها جاي منين بالظبط. عندنا ايه تاني؟ طريقه شبيهه للناجتس. مدام حنان طلبت طريقه شبيهه للناجتس، الناجتس اسهل منه مفيش. بنجيب الفراخ اللي هي الصدور طبعا مش الوراك وما يكونش فيها عروق علشان ما تشدش معانا، وبنمسكه ونفرمه كويس جدا في الكبه بتاعتنا قطع صغيره قطع صغيره علشان نضمن ان هي اتفرمت كويس قوي. بعدين بنحطها في بوله وبعدين بنحط التوابل بتاعتنا. توابل الناجتس بتفرق من واحد لواحد، يعني ممكن حد ممكن لما نيجي نحط توم باودر او بصل باودر يقول لك لا اصلا انا عندي حساسيه من التوم، فبتفرق من واحد لواحد. بس الاساسي او اللي انا بحطه دايما توم باودر، بسم الله الرحمن الرحيم، توم باودر وبصل باودر وبحط شويه بابريكا عشان يبقى اللحم بتاعها ما يبقاش فاتح قوي يبقى مدي سنه حمار شويه، وبحط مثلا سنه بهارات فراخ، ملح، فلفل اسود، ما بحطش كمون علشان ما يبقاش زاعق قوي، مش عايزه تحط فلفل اسود تحط فلفل ابيض. بعجن كله مع بعضه وبسيبه في الثلاجه نص ساعه. ليه بسيبه في الثلاجه نص ساعه؟ علشان يشد معايا ما تبقاش طريه قوي لما اجي اشكلها تبقى مسيله، فلازم تبقى ماسكه نفسها. حته ان احنا بنحط لها بقسماط في اللي احنا بنجيبه من بره بيبقى كله بقسماط، تحس ان انت ما بتاكليش لحم فراخ قد ما بتاكليه بقسماط. فحته البقسماط دي وانت بتلفي ممكن نحط معلقتين ثلاثه، ممكن ما نحطش بقسماط خالص ونبدلهم بمعلقتين ثلاثه دقيق او نشا علشان يمسك لنا الخليط كويس قوي، وفي نفس الوقت النشا لو هنحط له كمان معلقه بيكنج باودر يبقى حلوه قوي، تبقى الناجتس هشه اما ناكلها ما تبقاش مكتومه، مش ناكل الحته تلكم معانا، لا تبقى هشه. وعملناه وشكلناه بنسيبه يهدى خالص، وبعد ما بيهدى خالص بنجيب اللي هو البقسماط الكريسبي، بيتباع عند العطار او بيتباع في السوبر ماركت، بيبقى عباره عن زي الكورن فليكس كده الخشن، وبتجيبيه بس هو بيبقى خشن زياده، بيبقى خشن زياده، فما بنجيبه بنديله بنحطه في كيس بنبدا ان احنا نكسره بظهر سكينه او بالنشابه عشان يبقى اخف شويه والكريسبايه بتاعته تبقى اقل. وبعد كده بنمسك قطعه الناجتس بعد ما شكلناه وسبناه كمان في الثلاجه نص ساعه. ايه لازمه ان احطه في الثلاجه نص ساعه بعد ما يتشكل كمان؟ عشان تبقى حته الناجتس ماسكه في ايديا محمله، ما اجيش اشكلها الاقيها شكلها باظ او اتباظت او الشكل اللي انا عاملاه منها بقى اختلف والكلام ده كله. طيب شدت في الثلاجه معايا نص ساعه، ببدا بعد كده احطها في الكريسبي ده واضغط عليها ضغطه بسيطه جدا عشان يمسك من ناحيتين، وبعد كده بمسك صاج او بمسك طبق واحط فيه كيس ثلاجه مفتوح وابدا ارص قطع الناجتس بتاعتي، وابدا احط طبقه كيس ثانيه، وابدا احط قطع الناجتس لحد ما الطبقه كلها الكميه كلها تخلص، بعدين الفها ستريتش واحطها في الفريزر او في الثلاجه لو انت مش هتحفظيها مده كبيره. الزيت سخن بطلع منها بقلي على طول وبيطلع بصحتين وعافيه يا رب. طب لو انا عايزه بقى شكل الناجتس زي الاشكال اللي بتيجي من بره عشان ولادنا يحبوا شكله، دايره، نجمه، قلب، شكل اللي هو البط والفراخ والشكل الحيوانات اللي هي دي، القطعات دي بتتباع في سوق 2.5 رخيصه جدا. لو انت هتجيبي ممكن بتروحي جايباها بلاها زيت، بلاها زيت، وبتروحي حاطه فيها جزء من العجينه بتاعه الناجتس وبتطلعيها من الناحيه الثانيه بكل سهوله، وبتسيبيها تشد في الثلاجه وبعد كده تبداي ان انت تغلفيها، هيطلع معاكي نفس اللي بنجيبه من بره بالظبط. صحتين وعافيه على قلبك يا رب. سؤال تاني. طيب جالنا سؤال من استاذ احمد حسان، جالنا سؤال من استاذ احمد حسان بيتكلم عن بيسال عن الكيكه الاسفنجيه. احنا النهارده بكره ان شاء الله في حلقتنا هنعمل كيك اسفنجي برعايه دريم، برده هنعملها تورتايه طبقات. في جالنا برده سؤال عن التورته، اتفرجوا على حلقه بكره ان شاء الله. اسهل نوعين من الكيك، ما بياخدش غلبه كتير ومقادير كتير، يا دوب بناخد اللي مكتوب على العلبه نحطه في الخلاط واتضرب، سويناهم بدرجه تسويه معينه في حجم صينيه معين، طلعت لنا انضف كيكايه اسفنجيه واسهل كيكايه. تابعوا حلقه بكره ان شاء الله وهنتكلم عن ده كله. تعالوا نبص على الجلاش نطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكله طبعا لسه فاضل له سنه كمان، بس شكله لما بيطلع الجبنه ولا سيلت ولا نزلت معانا من الجوانب، عشان حد كان بيقول لي ان الجبنه هتسيح من جوه وتبوظ وتبوظ الدنيا. لا بصوا الجبنه ماسكه نفسها، شكلها عامل ازاي، التوريقه بتاعت ورق الجلاش نفسها علشان اللي احنا حاطينه ودهنينه بيه في منتهى الجمال، فطالع معانا جلاش تحفه. انا عايزه
احطه في الفرن كمان دقيقتين علشان يكمل تسويته. دقيقتين كمان يكمل تسويته. وللاسف وقت حلقتنا خلص. عملنا الكيك بالشوكولاته المغلف، وادي خليط الكيك بتاعنا اهو اللي عملناه استوى. بصوا شكله عامل ازاي. عايزه معلش يا جمال ثانيه واحده. لا هي ثانيه واحده بس، انا عايزه اقطع بس كده قطعه عشان يشوفوا شكله من جوه عامل ازاي، ويشوفوا هو مستوي ولا لا. بصوا ده شكل الكيك بتاعنا اللي خد في الفرن 15 دقيقه بمكونات مظبوطه، والجلاش في الفرن. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تكون نالت رضاكم، واتمنى تكونوا استفدتوا بالحلقه مش بس بالوصفات، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في اول حلقتنا، واتمنى ان انتم تعملوا بيه علشان ربنا يجازيكم كل خير يا رب ويصلح حالكم جميعا. الجلاش اللي في الفرن هيخلص وهطلعه وهصوره ان شاء الله وانزله على صفحتنا، بس انا كان اهم حاجه عندي اوريكم الفكره. اسيبكم في حفظ الله من النهارده لبكره، وحلقه جديده بتجدد لقائنا 10 صباحا من البلد يوكل على شبكه قنوات بي ان سي. اللي فاتوا حاجه من حلقه النهارده يقدر بيتابعنا الساعه 9 وربع مساء. اسيبكم في حفظ الله، وشوفوا يا رب كل خير، وربنا يبور بخاطركم، واقول لكم السلام عليكم.